بس احنا دلوقتي دي دورنا مع الفقرة التانية في ليلتنا هذه. وإذا كنا منذ قليل قد تعاوننا معا في استعادة دقات المسرح، فالآن حان الوقت لرفع الستار عن عميد مفتقر السرد العربي، الرجل الداعم لكل موهبة والمساءل الداعم لكل موقف والمؤيد لأي موهبة أو أي شخصية، بل أكثر من ذلك هو صراحة بيحاول إن هو يستنبط مننا اللي إحنا نفسنا مش عارفينه وبيفرضه علينا فبننجح، يعني زي ما تكون إيه بيرمينا في البحر ويقول لنا عوموا وإحنا نتعلم العوم. وأعتقد إن أنا اتعلمت يعني. سعيدة ليلتي بجد. إذا كانت الجزئية الأولى عندنا كانت الدكتور أحمد أسامة عمر، طبعا قال لنا محاضرة رائعة، وأستاذ ذهب الحمد لله سجلها، فيعني اللي عايز يشوفها مرة تانية وثالثة إن شاء الله. فأعتقد إن محاضرة الدكتور أسامة إن شاء الله ستضيف إلى الجمال جمال ومعنى الآن عميد منطقة السرد العربي دكتور أسامة. بسعد مساء الجميع بكل التحيه دي لكم جميعا على هذه الليله من ليالي المسرح، وهذه المره من ليالي المسرح والسينما معا. حقيقه انه استاذ ايمان حجازي مع كل ندوه تضيف بصمه جديده لهذا المسار لندوات سلسله المسرح، وعلى نطاق واسع نحن نعتبر المسرح ابا للفنون. سعيد بهذه الفقرة الموسيقية الرائعة التي أضافت لليلة جمالا على جمالها، وسعيد باستضافة ناقد نبيل شريف من رموز الحركة الأدبية في مصر وهو الدكتور أحمد أسامة عمر الإعلامي والناقد والإنسان النبيل صاحب المشروع. دكتور أحمد أسامة عمر صاحب مشروع، مشروعه أن يصل شريط الفيلم السينمائي إلى كل بيت وأن نفهم تسكين، مشروع أن نحاول أن نفهم تاريخ أو مسارات السينما والدراما في مصر. أنا يعني أعجبني جدا موضوع الليلة توافقات أو علاقات السينما والمسرح. لا بد أن نفهم إنه أي صانع قرار لا بد أن يضع السينما في تصور، يعني بعد قيام ثورة يوليو 40 يوم فقط صدر بيان تلاه على المسامع الرئيس الراحل محمد نجيب، كان عنوان البيان الفن الذي نريده، لأنه كان واثقا أن الثورة لا يمكن أن تنجح إلا إذا كان فن السينما سندا وظهيرا لها. وبين المسرح والسينما تقنيات مشتركة كثيرة، كما أن بينهما مناطق تماس ومناطق تخالف. المسرح عانى من الرقاب والسينما عانت من الرقاب. يعني لنا أن نعرف أن سنة 1955 لما صدر قرار مجلس الثورة بإلغاء ما يسمى بقانون التياترات، ده قانون صدر سنة 1911، وكان يتضمن 64 محظورا رقابيا. فالسينما اصلا والمسرح نشا في حضن هذه المحظورات الرقابيه. سنه 55 حاولت الثوره ان تخفف من هذه المحظورات الرقابيه، ودعمت فن السينما بقدر ما تستطيع، وظهرت افلام بعد سنه 52 زي فيلم الله معك. ومن المفارقات المضحكه انه هذا الفيلم ظل في العلم يعاني من الحظ حتى تدخل رئيس مجلس قياده الثوره بنفسه وافرج عن هذا الفيلم. وبالتالي السينما دخلت مرحله الحداثه والمسرح بنوعه دخل مرحله الحداثه.
أهم قاسم مشترك بين السينما والمسرح أن المسرح والسينما كلاهما فن تعاون. يعني لا يمكن لمؤلف وحده أن ينهض بالمسرح، لا يمكن لمؤلف وحده أن ينهض بالسينما. لازم في مناظر، ديكور، إضاءة، كاست، عمل. الكاميرا نفسها لغة المخرج لغة موازية للسكريبت للنص. أنت حضرتك لو نظرت إلى كاميرا صلاح أبو سيف، كاميرا صلاح أبو سيف لغة قائمة برأسه. يعني حركة الكاميرا لغة قائمة برأسه. وسأضرب لكم مثلا واحدا ذكره صلاح أبو سيف نفسه وهو صاحب مدرسة الواقعية. لأنه في الخمسينيات والستينيات المسرح دخل مرحلة الواقعية النقدية، والسينما بدورها بدأت تدخل على يد صلاح أبو سيف وهذا الرعيل مرحلة الواقعية. في فيلم الزوجة الثانية لو تفتكروا وأنا منعش من الذاكرة، لما بدأوا يضغطون على أبو العلا للتطليق، طلق مراتك أبو العلا، صلاح أبو سيف بالكاميرا صنع شيئا جميلا. رفع الكاميرا إلى أعلى، قعد يتحرك بالكاميرا إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى، حتى بدأ الأشخاص داخل الحجرة وكأنهم حشرات. العمدة من أعلى، المفتي الذي يحل ويحرم على القد والمقاس في حد متقاذل وضئيل، أبو العلا نفسه وقد قبل بالظلم والغب أصبح ضئيلا. صلاح أبو سيف عندما حرك الكاميرا أراد أن يقول شيئين، إنه أصحاب المؤامرة ما أكثر ضآلتهم وما أكثر تقسيمهم، لأنهم قبلوا بهذه المؤامرة، وأراد أن يقول شيئا آخر، السماء تراقب. صلاح أبو سيف الحقيقة خلطة واقعية أكاد أقول أفاد منها المسرحيون أنفسهم. ولما أقول مناطق التماس والتخالف بين المسرح والسينما، في أعمال مسرحية كبيرة تحولت إلى أعمال سينمائية. معظم أعمال شكسبير تحولت إلى أعمال سينمائية، وخصوصا بدءا من التسعينيات. عطيل تحولت إلى عمل سينمائي مميز، الملك لير تحولت إلى عمل سينمائي مميز في 2018. ونحن دائما كنا أمام ما يسمى بمسرحة النصوص، لأن فن المسرح فتح المجال رحيبا لتحويل بعض النصوص القصصية إلى إطار مسرحي. فشهدنا مسرحة القصة القصيرة ومسرحة النصوص السينمائية إلى آخره. الواقع أن فن المسرح وفن السينما منوط بهما دور مهم، فكلاهما فن الجماهير. المسرح فن الجماهير والسينما بدورها فن الجماهير. ولذلك المسرح قادر على التغيير كما أن السينما قادرة على التغيير. وسأقول لك شيء، إحنا في الندوات بنطرح دائما قضية الحريات قضية الحريات قضية الحريات. لن أجد أفضل من فيلم البريء لعاطف الطيب لطرح القضية للرأي العام. كان من الأدوار المميزة التي قام بها الراحل أحمد زكي، سبع الليل أو أحمد سبع الليل، الذي يحاول أن يتهجى معنى الحرية ودلالتها. أحمد سبع الليل الذي بدأ يفهم تدريبيا ما الذي يدور حوله. ولك أن تفهم أن الرقابة رفضت عرض فيلم البريء، وكان وزير الثقافة آنذاك أستاذي الراحل الناقد الكبير الدكتور أحمد هيكي. فعمل شيء غريب، عمل عرض خاص للفيلم وجمع فيه أربعة وزراء، قعد أربعة وزراء لمشاهدة العرض. الدكتور أحمد هيكي كان يعرف انه فيلم البريء من بدائع عاطف الطيب، ولا بد ان يتمتع المشاهدون برؤيته. فحب انه يعرض الفيلم، وكان من ضمن الحاضرين الراحل عبد الحليم ابو غزال وزير الدفاع.
وراى الناس الفيلم وامتلأوا اعجابا به، لان فيلم البريء هو دستور ومرجعيه حريه السينما المصريه، واتفق على تغيير النهايه. يعني بعد التداول وبعد النقاش اتفق الجميع على انه المشكلات الرقابيه تكمن في نهايه الفيلم، فاتفقوا على تغيير النهايه. حضرتك بتشوف في اخر الفيلم احمد زكي بيصرخ، احمد سبع الليل بيصرخ، مش دي النهايه الحقيقيه للفيلم. النهايه الحقيقيه للفيلم انه اطلق الرصاص، فهم راوا انه في هذه النهايه قدر من العنف او الحده، واتفق على تغيير النهايه. وظهر فيلم عاطف الطيب البريء ليكون علامه مميزه من علامات السينما المصريه، وواحده من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما.